السلام عليكم، نروحوا الأشغال نشوفوا الأشغال، أين وسط الأشغال بمشروع المستشفى الجامعي بمدينة بومرداس، واللي حسب الصور اللي عندنا يعني النسبة يعني قاربت 70 أو 75%. وللعلم أنه هذه المستشفيات الجامعية سوف يكون مستشفى في كل ولاية. إذا المستشفيات اللي مازال ما بقاتش ما عندهاش مستشفيات يعني جامعية سوف ينجز فيها مستشفى جامعي. وكذلك إذا كانت الولاية فيها نسبة كثافة سكانية أكثر فيكون أكثر من واحد، يعني يقدر يكونوا زوج مستشفيات جامعية ولا مستشفى كبير أكثر من 240 سرير. إذا هذه هي السياسة في قضية مسألة المستشفيات الجامعية هذه. واليوم رانا بصدد الكلام عن مستشفى الجامعي تاع مدينة تاع ولاية بومرداس، إذا اللي رانا نتكلموا عليه. أترككم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.